القادم. أنا عيني على النخلة وأنا عيني على الزيفين ولا أدري وش مصيري بين في داخل الساحة وأنا عيني على الزيفين بقيت والوفا والطيب طبع العجوى الوافين وباب الطيب محد ماخذ قفله ومفتاحه وباب الطيب محد ماخذ أظنك ما تحصل وحده من جملة الثنتين لكن ارتاح يا متعب ويمكن تكسب الراحة راعك الله يا حمود سمي لا تقطع الزيدين ترى الشاعر ينظم فكرته من نظم مسباحة راعك الله يا حمود سمي لا تقطع الزيدين ليا منكم عديتونا من العد شارب فزعة روحي مين عالمك ما تشكل قوة من الرين إلى الباحة أحد يشرب من الصافي واحد يشرب حيث الوطين تموح الدلو يوم الندلي في البير مياحة واحد يشرب من واحد يشرب حيث الوطين مياحة ثبتنا مثل ابن هادي فزعت وبشري في حزين وهذا طبع ألا يا مقشر الجمعة ليا من عودت حزبين وإذا يطرد ورا رزقه وإذا يطرد ورا رباحه نزلت ليلة السبت ورحلت ليلة الاثنين وطبعا طالت الرحلة وقلت رحلة سياحة وطبعا
ليا منك حافظت الدين يشيلك للنجوم اللي يشيل الطير بجناحه تغيبت يوم الروس تحت السيف بوحدين عسى عذرك ما هو من بين صبره والمساحة يا لولا سهيل ما دار الفلك وتغير الروتين ولا انقاد الفرج في كل ذود عندهم في كل بوش عندهم مصلاحة حاضرنا معركة بدر وحاضرنا معركة حطين لا حاربنا عدو والقوم طاح 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 بدايتك الحقيقية مع بداية طريق الرين لا تشرع مع طريق الرين حتى يكمل صلاحه يا رجال احتزم بالخير واتبع بايد نبوتين لو انك قد لحقت حنين رحت الراحة تراني طيب ووافي لكن لا شان خصمي شين أعدد له نجوم القايلة واغزيه واجتاحه تألم لك ثلاث من الحياة وتلحق الباقين رماية بالبنادق مع ركوب الخيل وسباحة خلوها أنا متعبك يا متعب وقبل قوم تعبانين يوهك الغشيم اللي يصيح ويرفع